صلينا التسبحة ودخلت الليلة وأنا فرحان، سبحت ربنا وأنا فعلا مبسوط وفرحان. دخلت الليلة نمت وأنا في عمق النوم الساعة واحدة بعد نص الليل. الساعة واحدة بعد نص الليل؟ بعد نص الواحدة بالظبط. لقيت واحد واحد بيخبط على القلاية بتاعتي. معنى ايه ان حد يخبط على القلاية في وقت ده ومفيش حد غيرك في الدير غير انت وابونا بس؟ يعني ممكن يكون حرامي. ممكن حرامي. بس انا طبعا عندي سلام وفرح، نايم وعندي سلام وفرح. فاقول له لا، وسمعت الخبط، بقول له بليز كم ان، اتفضل تعالى. وبعدين ببص كده فوجئت ان مين اللي واقف قدامي؟ المسيح رب المجد بيقول لي اي ام جيزو كريست اي كيم تو هيلب يو. وراني انا شفت اثار المسامير في ايديه، في اثار المسامير في ايديه. قال لي اي ام جيزو كريست اي كيم تو هيلب يو، قال لي المسيح انا جيت اساعدك. فطبعا انا قمت من النوم شفته والقلايه مليانه بخور وطبعا دموعي نازل من فرح ان انا كيف يعني الواحد يشوف رب المجد. قال لي ام جيزو كريست اي كيم تو هيلب يو. وفعلا الفرحه دخلت في قلبي وطول اليوم قعدت طول اليوم دموعي مش قادره